مشاهدينا، بات الجميع يدرك أهمية هذه البطولة والمنافسة الشديدة بين المنتخبات الآسيوية المشاركة بالبطولة، لا سيما بعد تطور ملحوظ بالمستوى الفني للكثير من منتخبات آسيا. بالتأكيد الهاجس المشترك يتوحد هنا ويذهب باتجاه الأمنيات والطموحات بصنع إنجاز جديد للكرة العراقية بعد يعني فوز مستحق على فيتنام، خصوصا في الشوط الثاني. هذه وقفة مع آراء مختلفة لأهل الشأن والاختصاص، خلينا نتابع. بطولة آسيا بطولة تحضيرية وبطولة استعدادية، أن يراجع الفريق العراقي في خليج 22. عندما قلت لهم أنه بطولة 22 استعدادا لبطولة آسيا، بطولة الخليج 22 لبطولة آسيا اللي كان الفريق العراقي غير مستعد وفرق المهمة غير متواجدة بالاستعداد، وجعلوها بطولة قيم على أساس حكيم شاكر اللي جاب بعض الإنجازات أو هيئ بعض اللاعبين للكرة العراقية. لذلك أنا أتصور على الجميع أن يعرف بطولة آسيا هي أهم بطولة موجودة. إحنا قد كأس العالم ما نوصل، لكن هي أهم أجندة باتحاد الآسيا وتقييم الكرة العراقية. الهدف الأول بأنجدة يعني أتصور الاتحاد العراقي إن كان عنده خارطة الطريق أو كان عنده رؤية مستقبلية واستراتيجية، عليه أن يضع بطولة آسيا بالمقام الأول. لذلك من هنا ينطلق عملية التقييم. البطولة القادمة من يقول بطولة استعدادية هو غلطان، ومن يقول هذه البطولة من أجل التهيئة لبطولة كأس العالم هو غلطان. بطولة تقييمية على أساسها يرتفع التصنيف ومن خلالها يكون وجود الفريق العراقي. لذلك أنا أتصور حتى عملية التصريح من السيد كاتانج بأن الفريق العراقي هو ليس الفريق الياباني ولا الكوري ولا السعودي ولا الأسترالي، أنا أقول له منه أنت غلطان. أنت غلطان، الكرة العراقية وجدت في قبل أن توجد في هذه البلدان، وكانت رقم صعب بالبطولات الآسيوية قبل وجود هذه البلدان. وفريقنا الحالي أكثر الفرق استقرار وأكثر الفرق استعداد وأكثر الفرق انسجام، وسيكون في رأس البطولة. لكن ما يحتاج الفريق العراقي ليس الحرب النفسية، ما يحتاج الفريق العراقي ثقة بالنفس وإعادة الروح والتعامل مع اللاعبين بصورة صحيحة والاقتناع بالواجبات ومن ثم الأداء. رأس المجموعات اللي إذا كانت يابان ولا كوريا ولا إيران ولا أستراليا، يعني بالإضافة لبقية الفرق اللي تيجي بالمركز الثاني، أكيد لها دور كبير. لكن أهم نقطة أنه بصعود الفرق بالمرحلة الثانية يعني هو القرعة مع من ما احتقع، ونوعا ما قد يلعب بعض الأحيان 10% 15% نوعا ما الحظ. أكيد إذا كان دافع معنوي، أكيد هو إذا كان من الاتحاد من الجمهور، يعني قاطبة إذا كان مدربين كلاعبين أكيد أكو دعم معنوي للفريق. الحالة الأخرى أنه الحالة أعتقد أنه المدرب راح يقدر يفكر أكثر طريقة لعبة بأسلوب لعبة مع الفريق اللي يقابله. أكيد راح يختلفون يختلفون بنوعية التكتيك، لكن المهم أنه تكون أنت يعني بالمستوى المطلوب بالمستوى الجيد حتى نقدر نتجاوز بالمرحلة الثانية. تجاوز بالمرحلة الثانية أكيد راح يصير يعني الأمور أوضح إذا كان بقية المنتخبات أو منتخبنا. نتمنى أنه إحنا يعني غالبا من الناحية المعنوية من الناحية النفسية إذا كان عندنا لاعبين أو لاعبين بقية الأندية، نتمنى أنه يتوفقون ويعطون اللي عندهم اللي يريده من عندهم مدربهم، يعني يفرغون شكو أمور إيجابية بداخل الملعب إذا كان على مصطبة الاحتياط، وإذا كانوا على بداخل الملعب ل 11 لاعب. نتمنى أنه روح التحدي وروح الإصرار مهم جدا للاعبين.